نعم سأجيب بداية عن هذا السؤال. بالفعل كنت قد رأيت بيان حزب الله الذي أصدره، ولكن صفرات الإنذار في هذه المنطقة لم تدوي منذ الصباح، ونحن متواجدين بالقرب من هذه المنطقة. قاعدة النعورة هي في منطقة مرج بن عامر، ولم تدوي صفرات الإنذار منذ صباح هذا اليوم في هذه المنطقة، كما لم نرى يعني أو نسمع عن صواريخ وصلت إلى هذه المنطقة. لذلك يعني حتى هذه اللحظة لا معلومات أكيدة لدينا بشأن هذا البيان الذي أصدره حزب الله، ولكن بالطبع صفرات الإنذار لم تتوقف منذ 9 صباحا إلى ما قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن، ولكن في المناطق الحدودية، في المناطق التي يستهدفها حزب الله طوال السنة الأخيرة، بمعنى أن هذه المناطق هي جزء من الاستهدافات التي تدخل ضمن جبهة الإسناد لقطاع غزة. والآن يضيف أيضا حزب الله في بياناته بأنها دفاعا أو ردا على هجوم إسرائيل على السكان اللبنانيين الآمنين في لبنان. هذه الصواريخ التي انطلقت منذ الصباح استهدفت بالأساس مدينة صفد ومحيطها، استهدفت الجليل الغربي، أقصى الجليل الغربي في أقصى شماله، مثل مستوطنة شلومي، أيضا بعض المناطق القريبة جدا من مدينة نهرية قد تبعد 7 أو 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، كذلك مناطق في الجولان. كان هنالك بضعة صليات من الصواريخ، آخرها كان 35 صاروخا وجهوا نحو الجليل الأعلى وأيضا نحو مدينة صفد. كنا قد رأينا يعني صور لاعتراضات هذه الصواريخ، ولكن أيضا رأينا وصلتنا فيديوهات لسقوط صواريخ في منطقة صفد وفي منطقة الجليل الأعلى. يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه اعترض بعض هذه الصواريخ، والجزء الآخر منها كان قد وقع في مناطق مفتوحة. كما جرت العادة الجيش لا يفصل أعداد الصواريخ التي تنجح القبة الحديدية باعتراضها، خاصة صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي تطلق في الشمال، كما لا يفصل أماكن وقوعها، ولكن بالتأكيد وصلتنا فيديوهات نرى من خلالها وقوع هذه الصواريخ، بعضها في مناطق مفتوحة. أيضا رأينا صاروخ يعني بالقرب من مناطق سكنية في منطقة صفد. الإسعاف الإسرائيلي يقول بأنه لم يبلغ عن إصابات. طواقم الإطفاء تحدثت عن مكانين كانت قد اشتعلت فيها النيران، وذهبت طواقم الإطفاء لإخماد هذه الحرائق، ولكن إجمالا يمكن القول بأنه لا استثنائي في هذه الأحداث. ربما الحدث الاستثنائي هو المسيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترضها فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل، هنالك حيث يقع حقل كريش للغاز على بعد نحو 90 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية في المياه الاقتصادية. طبعا كان هنالك خلاف قبل ترسيم الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان حول من يحوز على هذا الحقل وفي أي مناطق يدخل، هل هو في مناطق نفوذ المياه الاقتصادية للبنان أم لإسرائيل. الحدود تم ترسيمها في أكتوبر قبل عامين تقريبا، أكتوبر 2022 حين كان يائير لابيد هو رئيس الحكومة، ولكن أيضا هذه المسيرة بالطبع هذه قضية هامة، هذا حدث استثنائي لأنه يستهدف منشأة استراتيجية وليس مجرد أنه يطلق. يعني بالعادة هذه المسيرات دقيقة، ليس مثل صواريخ الكاتيوشا التي تطلق نحو المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال. تمكنت في الحقيقة السفن الصاروخية الإسرائيلية من اعتراض ليس فقط هذه المسيرة، خلال 24 ساعة الماضية كانت قد اعترضت 4 مسيرات أيضا في خليج إيلات ليلة أمس، واثنتين بالأمس في شواطئ نهرية في الجليل الغربي، واليوم تحدث الجيش الإسرائيلي عن هذه المسيرة التي كانت فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل. التطورات أيضا الهامة على الصعيد الميداني هي الأحاديث المتكررة حول الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح بري لجنوب لبنان. نحن لا نعلم ماذا سيكون حجم هذا الاجتياح، لا نعلم ما هي الخطط بالضبط، ولكن بالتأكيد نعلم بأن هنالك استعدادات جارية. وقضية أن ما ذكرته وول ستريت جورنال في الحقيقة، قضية أن الجيش الإسرائيلي بالفعل يقوم ببعض التحركات القريبة من الحدود اللبنانية في الجانب اللبناني، هو ليس أمر لم نعرفه، ولكننا نعلم بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع نشر هذه الأمور، ولكننا نعلم بأنه تجري عمليات هناك بالأساس جمع معلومات استخباراتية وفحص إذا ما كان هنالك أنفاق لحزب الله قريبة من الحدود.
تفضل البقاء معي إيمان، ننتقل لزميلة أريج. أريج، في البداية إن صدرت أي تصريحات أو أي رد فعل من الجانب الإسرائيلي بخصوص خطاب نعيم قاسم الذي أكد فيه أنه سيستمر في الدفاع عن السيادة اللبنانية وفي الدفاع أيضا عن جبهة غزة وأنه يستعد لأي دخول بري، هذا من جهة. من جهة أخرى المواقف السياسية إن صدرت والأمنية إن صدرت أيضا هي الأخرى بخصوص أي دخول بري وهجوم بري على لبنان مرتقب. بما يتعلق بالمواقف السياسية بعد الخطاب للشيخ نعيم قاسم، ليس هناك حتى هذه اللحظة رد فعل سياسي إسرائيلي في إسرائيل السياسية، ولكن كلمة جالانت يمكن أن تؤخذ بهذا المضمار في هذا الإطار بأنه نحن مستعدون الآن للدخول البري، يمكن أن لأجل عودة السكان يمكن أن نفعل كل شيء ونستعمل كل قدراتنا بما فيها الدخول البري. هذا ما قاله جالانت طبعا ما بعد كلمة نعيم قاسم، وهو طبعا في زيارة وتفقد للقوات البرية، لذلك هذا يمكن أن يؤخذ بهذا المضمار، ولكن على المستوى السياسي ليس هناك ردود فعل بما يتعلق بهذا الموضوع. حتى على مستوى الإعلام الإسرائيلي لم يكن هناك ردود فعل يمكن أن تؤخذ بهذا المضمار أو يمكن أن تذكر. ولكن على صعيد آخر، الآن جارية جلسة الكنيسة بحول المصادقة على تعيين جدعون ساعر، اللافت في هذه الجلسة وما نقله الإعلام الإسرائيلي الآن بأن حزب الليكود الذي كان العديد من أعضائه يرفضون انضمام ساعر ويرفضون تعيين ساعر، اليوم في الجلسة كان هناك ترحيبا وسط أغلب أعضاء الليكود، أي أن الليكود غير منقسم على هذا الموضوع. يرجع هذا الشأن لأن الآن ساعر لن يستبدل جالانت ولن يخلف جالانت، كانت النقطة هنا ليس فقط لاسم ساعر أو لشخص ساعر، كانت النقطة ونقطة الخلاف والرفض لأنه كان سيستبدل وهذا ما كان الحديث عنه جالانت، وهذا كان مرفوض طبعا في عند تيار معين من حزب الليكود. اليوم كان هناك يعني ترحيب شبه كامل، ولكن الوزيرة جالي جوتليف قالت بأنه حتى هذه اللحظة غير مقتنعة بأن ساعر تغير بالنسبة لمواقفه، بالنسبة للكثير من المواقف الخلافية التي هي تراها بأنه غير جدير لأن يكون في الحكومة، ولكن على صعيد آخر هي تؤمن بثقة الجمهور وتؤمن بثقة الشعب على المستوى الشعبي، لذلك يمكن أن تقبل بساعر كعضو في هذه الحكومة ويمكن أن ينضم لهذه الحكومة، أي أنه الآن الحديث على النبض الشعبي الذي يعني هو مؤهل ومرحب بانضمام ساعر، لذلك الآن الوزراء أيضا يرحبون بذلك الأمر، وعلى الرغم من أن انضمام ساعر في الكابينيت وتأثيره على الكثير من القرارات، وبالتالي هذه نقطة لنتنياهو لأنه يتفق مع نتنياهو وهو بالمناسبة من نفس المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها نتنياهو، مدرسة هذه المدرسة التي تؤمن بالضغط العسكري وتؤمن بجلب المطامح عبر الضغط العسكري والجدار الحديدي، لذلك يعني هي مدرسة جابوتينسكي بطبيعة الحال، لأنه هو يتفق مع نتنياهو في هذه المدرسة أي أنه سوف يؤثر وسوف يقلب الطاولة على جميع التهديدات التي يقوم بها بن غفير وسموتريتش، ولكن مع ذلك بن غفير وسموتريتش وهذه التيارات الاستيطانية رحبت أيضا بانضمام ساعر إلى هذه الحكومة على وقع الاستطلاعات الشعبية والاستطلاعات التي تقول بأن نتنياهو شعبيته في ارتفاع، هناك استشعار إسرائيلي بأن نتنياهو بدأ يعيد الهيبة لإسرائيل،
هذا الانطباع الذي يريد نتنياهو أن يقدمه للإسرائيليين بطبيعة الحال وللأمريكيين أيضا. لذلك هناك ارتفاع بشعبيته عبر حملات الاغتيالات، أيضا الضربة الموسعة اللبنانية، الآن التلويح بالدخول البري، الاستعدادات العسكرية بما يخص هذا الموضوع وعرضها على الرأي العام وعرضها أيضا إعلاميا بشكل مكثف في الإعلام الإسرائيلي. لذلك هناك استشعار عام بأن نتنياهو الآن يعيد هذه الصورة القوية لإسرائيل وأن حزب الله قد تضعضع، لذلك هو بشعبية عالية ويمكن أن يتحدث عن أي من مطامحه حتى في داخل البيت الإسرائيلي. ولذلك انضم سعر وكان هناك تأهيل بهذا الموضوع، أي أنه وجد طريقا فلاقى ترحيبا في الشارع الإسرائيلي. كل الشكر لك الزميلة أريجة حكروشة، كنت معنا من تل أبيب، كما أشكر أيضا الزميلة إيمان جبور كانت معنا من النصرة. شكرا جزيلا لكم.